وخدنا الهيراركي كلاسترنج وقلنا ايه الفرق بينهم. عاد معايا عدد الكلاسترز فعلا وفي الهيراركي لا، وده المين ديفرنس طبعا بينهم. هو في اختلاف في التكنيك، لكن الاختلاف الرئيسي اللي انا بتكلم عليه ان انا لو معايا عدد الكلاسترز هستخدم السي مين، لو مش معايا عدد الكلاسترز هستخدم الهيراركي كلاستر. ده الاختلاف الايه الاساسي بينهم. طيب النهارده هناخد طبعا، قلنا في شويه عيوب في ال قلنا في شويه عيوب في الكي مين. هما ايه؟ ايه الديس ادفانتجز اللي عندنا اللي احنا محتاجين نحسنها علشان نعمل حاجه جديده؟ هو سنسيتيف جدا بالاوتلايرز، هو فيري سنسيتيف بالاوتلاير. والحاجه الثانيه المهمه جدا، ازاي اختار الانيشال سنترويد؟ انا ممكن انيشال سنترويد، ممكن انيشال سنترويد يخليني الف 100,000 مره اتريشن، وممكن انيشال سنترويد ثاني يخليني ايتريت كام؟ اقل من كده بكتير. النهارده هناخد تكنيك جديد اسمه فازي سي مين كلاسترنج. هو السي مين اللي احنا عارفينه بس حاطط معاه الفازي لوجيك. كنا يعني اتكلمنا السمستر اللي فات في ماده النولج على ايه الفوائد بتاعه الفازي لوجيك، وخدنا من ضمن خدنا تو الجوريزمز كده بيستخدموا الفازي لوجيك مع النيورال نتورك، مش كده برضو؟ اللي هو فازي نيورو سيستم. واتفقنا ان الفازي لوجيك ده بيعمل زي اوبتمايزيشن بحيث يحسن لي النتائج. النهارده برضو هناخد هاو تو يوز الفازي لوجيك جوه السي مين. طب ده هيحل لي ايه؟ ايه البروبلمز اللي هيعمل لها سولفنج من البروبلمز بتاعت الكي مين؟ الانسرتينتي او اللي بنسميها امبيجوس مثلا، اللي هو لما انا اكون عندي تو سامبلز ذا سيميلر والاثنين في ديفرنت كلاسز. ده برضو هيحل بروبلم تانية بتاعت الاوتلاير. ده بعد ما اعمل مجموعة من الاتريشن هوصل لمرحلة ان انا عندي سامبل، السامبل ده انا مش متأكد بنسبة كبيرة هو تبع كلاستر 1 ولا كلاستر 2 ولا كلاستر 3، فبالتالي هعتبر ده ان هو اوتلاير. هيبقى الفرق في الممبر شيب فاليو اللي بتطلع من الممبر شيب فانكشن قريبة بين الاتنين. المفروض في السوبرفايزد ليرنينج، انا ما اعرفش انتوا اخدتوا اي تكنيك بيستخدم الفازي لوجيك جوه السوبرفايزد ولا لا، بس في يعني كل تكنيك موجود في السوبرفايزد موجود منه هو بالفازي لوجيك، زي مثلا فازي كي ان ان. انتوا كلكم عارفين طبعا الكي نيرست نيبر اللي هو فازي اللي هو كي ان ان، عملوا منه حاجه اسمها فازي كي ان ان. ايه الفازي كي ان ان ده؟ هو الكي ان ان بس بيستخدم يوزنج الفازي لوجيك. طب بيشتغل بيه ازاي؟ معلش يا منى ممكن بيشتغل بيه ازاي بقى الفازي؟ هنقول كده اكزامبل على السوبرفايزد وبعدين نروح للان سوبرفايزد. في السوبرفايزد ايه الانبوت وايه الاوتبوت؟ ايه الانبوت في اني بروبلم سوبرفايزد؟ ده بس فيتشر ويز كلاس ليبل، يعني مجموعه من الفيتشرز ومعاها الكلاس ليبل. يعني مثلا عندي كده بنتكلم سوبرفايزد. صوت يا شباب، ادي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 الفيتشر فيكتور اب تو اكس ان، وفي الاخر بيديني ايه؟ الكلاس ليبل او الايه؟ الديزايرد كلاس بتاعي، صح كده؟ ده في السوبرفايزد ليرنينج. الجيفن عندي الداتا سيت ويز كلاس ليبل، يعني سي مثلا هنقول ان هو هيقسمنا ل 3، احنا عندنا احنا 3 كلاسز 3 كلاسز. كلاس مثلا الاكسلنت وكلاس فيري جود وكلاس مثلا الجود، مفيش حد عندنا مستواه وحش يعني الحمد لله. يبقى هما كلاس 1 و2 و3. فعندي فيتشر فيكتور مثلا عباره عن سي مثلا يكون البرسنتج بتاعت الثانويه العامه اللي هي كل واحد فينا جايب قد ايه في الثانويه العامه، ده اول اتريبيوت. واحد جايب 90% مثلا، واحد جايب 85%،
واحد جايب 80%. اكس 2 ممكن تكون اي فيتشر ليه مثلا علاقه بكورس الماس، يعني هو باص في كام كورس ماس، واحد قال مثلا 3 كورسز 2 كورسز 1 كورس اند سو اون. وفي فيتشر ثالث وفيتشر رابع، وفي الاخر ذا لاست كولم ده بيكون عباره عن مين؟ كلاس ليبل. عندي مثلا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 سي مثلا، بس طبعا هما بيكونوا لازم set of samples of class 1 و set of samples of class 2 و set of samples of class 3. اوكي يا شباب، ايه البروبلم عندي او ايه السؤال؟ دي التريننج داتا اللي المفروض اي الجوريثم ياخدها زي ال KNN، عشان في الاخر لما اديله unknown sample ال unknown ده فيه نفس الفيتشر فيكتور، فيه x1 وفي x2 وفي اكس 3 واكس 4، وايه المطلوب؟ الكلاس ليبل. يبقى انا هنا في السوبرفايزد بسيرش على مين؟ على الكلاس بتاع ان ديفايند سامبل. ده واحد جه من بره انا عايز اعرفه هو اكسلنت ولا فيري جود ولا جود. لو احنا فاكرين كده بالكي ان ان العادي كنا بنعمل ايه؟ بنجيب الديستانس ما بين ده ما بين اول سامبلز، وبعدين ببك باخد النيرست كي سامبلز، وبعدين اشوف الكلاس بتاعي في الكي سامبلز دول اكتر حاجه ايه. يعني سي مثلا انا جبت المينيمم 5 ديستانس ما بين الانون ده ودول، المينيمم 5 دول طلع منهم 3 اكسلنت و2 فيري جود وخلاص كده، يبقى السامبل ده اكسلنت ولا فيري جود ولا جود؟ اكسلنت، لان هو 3 منه اكسلنت. لكن بالفازي لوجيك ما بيعملش كده خالص، ما بيعتمدش على ان هو يشتغل على السامبل مع كل السامبل. بيجيب حاجه اسمها ممبر شيب فانكشن او فاليو لمين؟ للانون ده لو سميناه واي، للواي ده ويز ريسبكت تو كلاس 1 بكام؟ يجيب الممبر شيف فانكشن للواي ده ويز ريسبكت تو 1 اللي هو الاكسلنت، ويجيب الممبر شيف فانكشن لنفس الواي بس ويز ريسبكت تو مين؟ الفيري جود اللي هو كلاس 2، ويجيب الممبر شيف فانكشن بتاعته بس ويز ريسبكت تو مين؟ الجود. يعني هو بيجيب الفاليو بتاعه الممبر شيف فانكشن للسامبل ده ويز ريسبكت تو الكلاسز بتاعتي، ويقول ان واي ده بيلونج تو الماكسيمم ولا المينيمم ممبر شيف فاليو. احنا للماكسيمم، احنا كنا قلنا السمستر اللي فات، انتوا خدتوا كورس فازي لوجيك ولا ما خدتوش؟ طيب خدتوا كورس؟ ما خدناش. اه ماشي، بس انا كنت اديت انترودكشن كده السمستر اللي فات، فاحنا كنت قلت ان الفاليو بتاعه الممبر شيب فانكشن اللي بتطلع بتطلع ما بين الزيرو وال1، وكل ما كل ما تكون هي نيرست لل1 كل ما يكون مين افضل بيست. فانا هقول ان الممبر شيب فانكشن بتاعتي ويز ريسبكت تو الواي، للواي ويز ريسبكت تو كلاس 1. ممكن نفتحه؟ اه. ممكن نفتح ورا لو حد عايز يفتح الازاز ورا. احنا ينفع من هنا؟ اعتقد احنا شغل كام مروحة كده. ماشي، افتح البوكس ده. تمام كده. شكرا. يبقى انا في الـ في الـ في الـ في الفازي لوجيك بجيب ممبر شيف فاليو، بس لازم عشان اجيب ممبر شيف فاليو لازم يكون معايا ممبر شيف فانكشن.
الممبر شيب فانكشن دي بالاوتبوت بتاعها فروم 0 تو 1، من 0 كام ل 1، والفاليو كل ما تكون 1 كل ما يكون افضل. فانا لما بطلع الممبر شيب فاليو بتاعت الواي ويز ريسبكت تو اول كلاس، والواي ويز ريسبكت تو تاني كلاس، والواي ويز ريسبكت تو تالت كلاس، اكبر فاليو فيهم هي البيست بتاعتي، اقول ان الاكس ده او الواي بيلونج تو الفاليو دي. سي مثلا طلعت ب 0.9 هنا وهنا 0.7 وهنا 0.01، اقدر اقول بقى ان الواي دي بيلونج تو كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3؟ كلاس 1 عشان هي اكبر حاجه. اوكي؟ طيب يبقى انا جوه الفازي لوجيك بدور على ايه؟ على ممبر شيب فاليو، ولازم يكون عندي ممبر شيب فانكشن. واتفقنا الممبر شيب فانكشن دي السمستر اللي فات انها اي فانكشن بس تديني فاليوز فروم 0 تو 1، وافضل واحد عندي بتدي له كام؟ 1، واقل واحد تدي له 0. يعني تمام. ممكن بس اخر واحد بقى يشوف لنا المروحه بس يحاول يقفل دي او يقللها. معلش مع استاذنك بس ممكن اللي فوق، لا 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 اللي فوق افتح اللي ده وخليهم كلهم على النص مثلا، على ثلاثة مثلا. شكرا. اوكي يا شباب، فالممبر شيب فاليو دي كل ما تبقى نيرست تو 1 كل انا هبقى متاكد ان انا تبع الكلاس ده. يعني سي مثلا لو احنا في الكلاس دلوقتي وبعدين بشوف انا الاكسلنت بتاعنا اللي هو ماكسيمم جي بي اي، لو الجي بي اي اوت اوف 4 وواحد جايب 3 ده جود مش كده؟ بس مش هو البيست بتاعنا ولا مش البيست؟ هتلاقوه ياخد كام في الممبر شيب فاليو؟ ياخد 1، مع انه هو ايه؟ مع ان هو احسن مع ان هو جايب فيري جود مش اكسلنت، بس هو احسن واحد فينا. فهو بيدي البيست بتاعنا 1 وبيدي الورست كام؟ 0، وفي النص بيدي فاليوز من 0 ل 1 اكوردنج لمين؟ هو اقرب لل 1 بقد ايه او بعيد عن 1 بقد ايه. طيب ده هنستفيد بيه برضو شبه ده في الفازي سي مين. الفازي سي مين هو السي مين بتاعي بس زود عليه الممبر شيب فاليو. طيب عملها ازاي دي؟ ناخد انترودكشن كده بس عنه الاول. بيقول الكلاسترز كود بي ايزر كريسب اور فازي ان نيتشر، يعني الكلاستر دي يا اما تكون ارقام ثابته كده او فازي، يعني بتكون هي انت قريب ان انت تكون تبع كلاس 1 بس انا متاكد قد ايه ان انت كلاس 1 دي هي الممبر شيب مين؟ الممبر شيب فاليو. في بقى سيفرال ميثودز اوف فازي كلاسترنج، حاجه اسمها الفازي سي مين هناخده النهارده، وحاجه اسمها بوتنشال بيزد كلاسترنج، وحاجه اسمها انتروبي بيزد كلاسترنج. احنا هناخد الفازي وهناخد الانتروبي بيزد ان شاء الله الايه؟ الليكتشر اللي جايه. ايه؟ لا لا الاسبوع الجاي. انتروبي، الانتروبي بيزد فازي اللي هي اخر واحده، انتروبي بيزد فازي كلاسترنج او انتروبي بيزد كلاسترنج على طول. انتوا اخدتوا الانتروبي المفروض في الديزيشن تري. المفروض فاحنا هنستفيد بيه شويه هنا في برضه في الكلاسترنج يعني. اللي هي اللوس طيب بيقول لي الفازي سي مين كلاسترنج ده ا بارتيكولار داتا اوف سيت مي بي ممبر اوف سيفرال كلاسترز ويز ديفرنت فاليوز اوف ممبر شيب. معناها ايه الجمله دي؟ لو احنا يا شباب هنقسم نفسنا لفايف كلاسترز، لفايف كلاسترز، ففي مجموعه منكم هتبقى كلاستر 1، مجموعه هتكون كلاستر 2، مجموعه هتكون كلاستر 3، وانذر جروب هيبقى كلاستر 4، وانذر جروب هيبقى كلاستر 5. اوكي؟ لما اشتغلنا بالسي مين الليكتشر اللي فاتت كان كل سامبل مننا بيكون في كل اتريشن في كلاستر واحد ولا في ديفرنت كلاسترز؟ هو في كلاستر واحد. انا قلت ان في الاتريشن دي انا نيرست للسنترويد رقم 2
يبقى انا انا هكون تبع كلاستر 2 نفس السامبل. لما عملت ابديت للسنترويد لقيت نفسه ان هو في السامبل في الاتريشن رقم 3 بقى نيرست للسامبل للسنترويد رقم 4، يبقى انا بقيت تبع 4 وماليش علاقه بمين؟ ب 2. افضل اعمل اتريشن كده لغايه ما الاقي ان السامبلز دول تبع 1 2 3 4 5 والسنترويد نوت تشينجد، ما بتتغيرش. مش ده اللي بيحصل؟ يبقى انا كل اتريشن لو انا اكس هكون بيلونج تو سيرتن مين؟ كلاستر. كلاستر بقى سيبكم من الكلاس ده، كان اكزامبل كده عشان نروح للكلاسترز. يبقى انا بكون كل مره عند سيرتن مين؟ كلاسترز. في الفازي مش كده. لو انا اكس، لو انا اكس في كل اتريشن انا هيكون ليا ممبر شيب فاليو لكل كلاستر. يعني هقول مثلا ان انا with respect to cluster 1 ب 0.9، with respect to cluster 2 ب membership value، و with respect to cluster 3 ب membership value، وانا belong to cluster 4 ب fuzzy value، وانا belong to cluster 5 بمين؟ ب membership value. ال membership value دي جايه من membership function هناخدها. طبعا اللي عمل السي مين هو قال لنا الممبر شيب فانكشن اللي هنستخدمها ايه؟ اللي بتطلع فاليوز من كام لكام؟ من 0 ل 1. الحاجه الزياده الاكسترا هنا اللي مش موجوده في اللي قبل كده، ان انا لما هطلع الفاليوز بتاعت الممبر شيب فاليوز بتاعتي هيكون السبمشن بتاعها ب 1. وده مش رول في الفازي لوجيك، بس هو موجود بس في الفازي مين؟ سي مين. ان انا هلاقي نفسي سي مثلا ب 0.9 في كلاستر 1، 0.05 في كلاستر 2 مثلا، 0.04 في كلاستر 3، 0.001 في كلاستر 4، 0 في كلاستر 5. السمشن بتاعهم هيكون كام؟ 1. انا يعني انا حاولت يكون 1 بس ما اعرفش، بس هو لازم السمشن يكون كام؟ 1. هو بس الممبر شيب فانكشن اللي عاملها بتطلع كده، هو بس مش رول، مش رول. يعني احنا ممكن نعمل يوزنج للفازي سي مين ونستخدم انذر ممبر شيب فانكشن، مش شرط، بس هو اللي مستخدمها هنا السمشن بتاعها مين؟ 1. طيب وانا في اتريشن رقم 1، وانا في اتريشن رقم 1 انا كاكس لقيت نفسي ليا ممبر شيب فاليو عند كلاستر 1 وعند كلاستر 2 و 3 و 4 و 5، هكون بيلونج لانهي واحد من دول؟ هكون بيلونج تو الماكسيمم ممبر شيب فاليو. لو لقيت مثلا كانت ب 0.9 هنا يبقى انا تبع كلاستر مين؟ كلاستر 1. ده في الاتريشن اللي بعدها. ايه الاكسبكتد منكم بعد كده؟ المتوقع يحصل ايه في الالجوريثم؟ لما انا اول مره لقيت نفسي بالممبر شيب فاليو تبع كلاستر 1 اعمل ايه تاني؟ هعمل ابديت. هعمل ابديت لايه؟ لازم اعمل الممبر شيب فاليو. هنلاقي الممبر شيب فاليو دي جايه من، لازم تيجي من السنترويد، لان احنا لينا مين؟ لينا سنترويد، والسنترويد ده هو الاصل بتاع السي مين. يبقى انا بابديت سنترويد وابديت مين؟ ممبر شيب فاليو اكوردنج تو نيو سنترويد. انا معايا نيو سنترويد، اكيد النيو سنترويد ده لما خلاني اول مره الممبر شيب فاليو بتاعتي 0.9 عشان انا كنت قريب ليك. لكن لو حصل ابديت وانا بعدت عنك شويه وقربت ناحيه كلاستر تاني هنلاقي ال 0.9 دي حصل لها ايه؟ قلت، حصل لها مينيمايز وحصل ماكسمايز لمين؟ لممبر شيب فاليو تانيه. افضل اعمل اتريشن، نقف امتى؟ تتغير بنسبه، هو عامل حاجه احسن من كده. هو ده مش غلط، بس هو عامل حاجه احسن من كده. قال لي انا عايز امتى اقول ان فريد بيلونج تو كلاستر 1؟ لما اكون متاكد 100% او يعني 99% 99% ان هو تبع الكلاستر ده. ومش تبع مين؟ مش تبع الباقي. قال لك لما تلاقي الديفرنس ما بين الممبر شيب فاليوز كبير جدا. يعني زي مثلا انا عامل تو بروبلم تو كلاستر باينري كلاسترنج،
يعني كلاستر 1 وكلاستر 2، الاقي الديفرنس بتوين الفاليو بتاعتي جوه الكلاستر الاولاني والكلاستر الثاني 0.99، يعني الايرور بتاعي 0.01 مثلا، يعني طالعه 0.99 الممبر شيب فاليو والثانيه 0.01. انا كده مش متاكد جدا ان انا تبع كلاستر 1 ولا في احتمال ان انا اكون تبع كلاستر 2. مستحيل مستحيل. وحاجه تانية بقى، امتى اقول ان اكس اوتلاير؟ امتى ما اكونش عارف او متاكد ان فريد ده والله هو احتمال يكون كلاستر 1 وبرضه ممكن يكون كلاستر 2؟ امتى؟ الله ينور عليك، لما الاقي ان التو ممبر شيب فاليوز قريبين من بعض، الاقيها مثلا 0.6 و0.4، وكل ما اعمل ابديت وانا ابديت الفاليوز بتاعتي ايه اللي بيحصل؟ ما بيتغيروش، تبقى مثلا 0.61 و0.41، 0.59 و0.41، يعني الديفرنس ما بيختلفش. كده انا ممكن استخدم الفازي سي مين ان هو يعمل لي ايه؟ ممكن استخدمه ان هو يعمل ديتكشن لمين؟ للاوتلاير. لان انا ممكن السامبلز اللي هي الاوتلاير دي لو عملت لها ريموف من الاول وعملت كلاسترنج مره ثانيه مش هيطلع اكيورسي اعلى من الاولانيه؟ ليه؟ لان السامبلز اللي هي اوتلاير دي بتخليني بايظ وبتخلي حاجات من كلاستر 1 دخلت مع كلاستر 2 علشان ايه؟ عشان السنترويد بيتاثر بالاوتلاير اللي هو بعيد عنه. يعني انا عندي مجموعه سامبلز قريبين من بعض وواحد بعيد عنهم شويه، مش اللي بعيد عنهم ده هيبوظ السنترويد شويه؟ لو كانوا كلهم قريبين من بعض كان بقى السنترويد في وسطهم، لكن لما يكون في سامبل او تو سامبلز او ثري سامبلز بعاد شويه فدول بنسميهم اوتلاير. لو كنا عملنا لهم ريموف كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيحسن في الريزلتس بتاعتي. فانا ممكن استخدم الفاز سي مين ده ان هو يطلع الاوتلاير علشان لما اخلص الالجوريثم او الستبس بتاعتي بتاعت الفازي سي مين هيحصل ايه؟ هلاقي في الاخر وات ايفر انا عملت كام اتريشن، نمبر اوف اتريشن، هلاقي الديفرنس بتوين الممبر شيب فاليوز قد ايه؟ كبير ولا صغير؟ كبير عند الحاجات اللي انا متاكد منها، والاوتلاير قريب من بعض. اوكي يا شباب؟ طيب نعم. فور 0.4 قصدك؟ طب ما دول قريبين جدا من بعض. كل السامبلز كده غريبة جدا، كل السامبلز كده. صوت ورا يا شباب، ده كان بيعمل كلاسترنج لايه؟ وتو كلاستر بس؟ لما عنده هيرت، لما ما عندوش يعني. ده المفروض كمان ممكن تستخدمها خمسه كلاسترز، خمسه كلاسترز ده لو يعني لو طلعت نتائج كويسه في التو كلاسترز. يعني الداتا سيت دي يعني يا اما تو كلاسترز او فايف كلاسترز. بس هي انا فاكر الداتا سيت دي زمان، يعني انا استخدمتها زمان قوي حوالي في 2004 ولا حاجه شباب، كان الاكيورسي بتاعتها في 70%. يعني هي ما اعرفش بقى هل هم عملوا ابديت وزودوها؟ يعني برضو ما اتحسنتش قوي يعني. لا كانت فعلا في السبعينات، يعني ما كانتش ما عدتش. صوت يا شباب. يبقى انا محتاج، يبقى انا ايه الجيفن بتاعي دلوقتي؟ الجيفن هيكون فيه داتا سيت الاوتلاير. معنى كلمة اوتلاير ايه؟
بعيدة عن كلهم. ما هي لو بعيدة من كلاستر 1 وقريبة من كلاستر 2 ممكن اقول انها تبع كلاستر 2، بس هي بعيدة عن كل حاجة. فأنا مش عارف هي كلاستر 1 ولا كلاستر 2. موافقين على كده ولا لا؟ طب تمام. أنا هعتبر نفسي أوتلاير بالنسبة للتو كلاسترز. والباشمهندس تبع كلاستر معين. خلاص؟ لما أستخدم الفازي سي مين كلاسترنج هلاقي في آخر الإتريشنز، عملت مثلا 10 إتريشنز أو 20 إتريشنز، هلاقي الفاليو بتاعت الباشمهندس with respect to cluster 1 0.9 و with respect to cluster 2 0.1. مش انا كده هبقى متاكد ان هو بيبلونج تو كلاستر 1 ولا لا؟ مديني 0.9 مع كلاستر 1 و 0.1 مع كلاستر 2، وكل ما اعمل اتريشن كل ما ال 0.9 دي بتزيد، فبالتالي عشان السمشن بتاعهم ب 1 ال 0.1 بيحصل لها ايه؟ بتنزل. صح كده؟ انا بقى كل ما اعمل اتريشن في نفس الاتريشن بتاعت الباشمهندس الاقي نفسي with respect to cluster 1 0.51 و with respect to cluster 2 0.49. اعمل اتريشن مره ثانيه الاقي نفسي بقيت 0.52 و 0.48 وهو بيتحسن، انا وهو بيتحسن وانا شغال على المارجن، ازيد 0.01 وانقصها هنا. الاتريشن اللي بعدها لقيت نفسي مثلا 0.5 و 0.5، اللي بعدها 0.53 و 0.47، اللي بعدها 0.485 و 0.525. هل انا كده مهما زود الاتريشن هلاقي نفسي رحت ناحيه كلاستر وبعدت ناحيه كلاستر؟ في الوقت ده اقول ان اكس ده اوتلير، لان انا مش عارف اجيب فاليو في الممبر شيب فانكشن توديني لكلاستر 1 او توديني لكلاستر 2. اوكي يا شباب؟ طيب احنا كنا اتفقنا الليكشر اللي فاتت في الـ السي مين، ايه الجيفن وايه الستبس. الجيفن داتا ست سي مثلا ادي ليها 3 دايمنشن اكس 1 اكس 2 اكس 3 داتا ست، اوكي ليها فاليوز مثلا ده جيفن ولا نوت جيفن؟ جيفن، اوكي؟ طيب ده جيفن. في السي مين، في السي مين كلاسترنج ايه تاني جيفن؟ كي او سي. قال لي كي او سي ايكوال 2، يبقى دول كام كلاسترز؟ 2 كلاسترز. المفروض في الاخر لو دي 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6. انا بجنريت انيشالي في الاول هاو ميني سنترويد؟ 2 سنترويد. ادي سنترويد 1 سنترويد 1 سنترويد 2 ويز هاو دايمنشن. ايه الدايمنشن بتاع السنترويد عندي؟ 3 مش 2. يبقى الدايمنشن 3 فاليوز اللي هم الدايمنشن بتاع الداتا بتاعتي، وهم كام سنترويد؟ 2 سنترويد. ليه 2 سنترويد؟ عشان اكوردنج تو نمبر اوف كلاسترز. اوكي؟ طيب اول اتريشن انا بقول راندملي كده ان انا اعتبر مثلا 0.1 اند 0.4 هم ال 2 سنترويد، وكل اتريشن بعمل ايه؟ بشوف كل سامبل من دول بيلونج تو ويتش كلاستر، وبعدين اري كالكليت احسب تاني السنترويد. لو سي مثلا عندي طلعت بي 1 وبي 2 وبي 6 بيلونج تو سنترويد 1 وبي 3 و4 و5 تبع كلاستر 2، هحسب السمشن بتاع البوينتس دول واقسم على عددهم عشان احسب السنترويد الجديد. يعني اجمع 1 بلس 0 بلس 1 اوفر 3، 1 بلس 1 بلس 2 اوفر 3، 0 بلس 0 بلس 1 اوفر 3. كده هيطلع لي اول واحده وثاني واحده وثالث واحده. ده في الفازي، ده سوري ده في السي مين العادي. في حد مش فاهم الجزئيه دي؟ واضحه؟ تعالوا نبص بقى على مين؟
فازي لوجيك. فازي لوجيك في الاول انا هسال وانتوا جاوبوا. انا عشان اقول ان بوينت 1 دي بيلونج تو كلاستر 1 ايه اللي هيحصل فيها؟ لازم يحصل ايه؟ يبقى لازم لكل بوينت من دول، لكل بوينت من دول يكون عندي كام ممبر شيب فاليو؟ اتنين. واحده خاصه بمين؟ بكلاستر 1، واحده خاصه بكلاستر 2. يبقى لازم يكون عندي ماتريكس ثانيه كده، ماتريكس ثانيه، ماتريكس ثانيه اول كولم فيها الفازي بتاع كلاستر مين، وتاني كولم الفازي بتاع كلاستر 2. اوكي، اول فاليو اول كولم ده خاص بكلاستر 1، وتاني كولم خاص بكلاستر. الدايمنشن بتاعه 2 باي كام؟ نفس عدد السامبل. لو دول 6 يبقى 2 باي 6. لازم يكون 6 روز، كل رو خاص، كل صف خاص بمين؟ بالسامبل. يعني اول صف ده خاص بمين؟ بوينت 1. لو قلت لكم ان ده 0.4 وده 0.6 افهم من ده ايه؟ ان بي 1 دي بيلونج تو مين؟ كلاستر 2، عشان كلاستر 2 مديني فازي فاليو 0.6. لا لا، احنا لسه في الاول، احنا في الاول، احنا في الاخر نقول انها اوتلاير، احنا لسه في الاول اللي هي الانشاليزيشن. يعني تاني واحده بي 2 قلت مثلا 0.7 و 0.3، افهم انها ايه؟ ان بوينت 2 اللي هي 0 1 0 بيلونج تو كلاستر 1. لو قلت 0.5 1 0.49، معناها ان بي 3 دي اللي هي 3 2 1 بيلونج تو كلاستر 1. واعمل واحده البي 4 وانذر بي 5 وبي 6.